اهلا بحضراتكم مره اخرى. واخبار هذا المساء عندنا اخبار مفرحه جدا لاوائل الثانويه العامه. النهارده الدكتور احمد زكي بدر وزير التربيه والتعليم اصدر او طلع البيان باوائل الثانويه العامه، وهم دينا خالد مصطفى، وانا مكتوب عندي في ورقه دينا ومكتوب في ورقه عندي سماح، بس هما الاثنين زي بعض بالظبط. الاثنين جايبين 405 ونص 405 ونص، يبقى اول واول مكرر. دينا خالد مصطفى علم علوم، وسماح مصطفى عبد العظيم محمد علم علوم، بنات قمر الاثنين. سماح من مدرسه السادات الثانويه بنات بمحافظه الشرقيه، اجدع ناس. ودينا خالد مصطفى محمد الاولى مكرر علم علوم بنفس المجموع اللي هي طالبه في مدرسه احمد عبد الرحيم الثانويه بنات. وانا بفرح قوي الحقيقه لما بلاقي اوائل الثانويه العامه كلهم مدارس حكوميه، مش عارف ازاي الحكايه دي بتحصل، في حاجه عايزه اتامل يعني، بس حاجه كويسه جدا. ثلاثة، احنا على فكرة الترتيب السنة دي السيد الوزير عشان خاطر حكاية الثانوية العامة السنة اللي سقطت والسنة اللي طلعت والحاجات دي، فمطلع الأول بس، يعني مطلع الأول علم علوم، اتنين مكرر اللي هم دينا خالد مصطفى وسماح مصطفى عبد العظيم محمد، وبعدين مطلع الأول علم رياضة، هم اتنين برضو بمجموع واحد، عمر جمال محمد عبد الله علم رياضة وسامح السيد هلال علم رياضة. عمر جمال محمد عبد الله الاول علم رياضه من مدرسه المنصوره التجريبيه لغات بمحافظه الدقهليه بمجموع 402 درجه. المركز الثاني في الشعبه نفسها حصل عليه الطالب سامح السيد هلال درويش من مدرسه 6 اكتوبر الثانويه بنين من محافظه 6 اكتوبر بمجموع نفس المجموع تقريبا او هو اقل حاجه بسيطه. ثم ايمان مصطفى احمد الاولى ادبي، ايمان محمد مصطفى احمد ايمان فين بقى ايمان مصطفى احمد المنصور من مدرسه المنيا الثانويه بنات بمحافظه المنيا. طبعا فيما حصلت الطالبه اسماء عصام محمد المرشدي على المركز الاول بين ذوي الاحتياجات الخاصه، وهي من مدرسه النور للمكفوفين بشمال السويس. يعني بنقول لهم الف مبروك لشباب مصر الجميل، وان شاء الله ربنا يوفقهم في الجامعات ويثبتوا وجودهم ويطلعوا اوائل برضو، وده بيبقى خبر جميل جدا لانه الناس بتتعب، وان شاء الله هيكونوا موجودين اكيد الاوائل هيجوا ويشرفونا هنا في برنامج مصر النهارده بعد ما اللبخه الاولانيه والفرحه والزغاريط واللازم منه هيشرفوا، ونعرف ازاي هم قدروا يحصلوا على هذه المراكز المتقدمه. في نفس الوقت بنك مصر اللي هو راعي رسمي لبرنامج مصر النهارده قرر تكريم السته الاوائل، هيدي كل واحد منهم 10,000 جنيه يوم الخميس القادم من مقر البنك. طبعا اللي هو ليه متاخر؟ ليه يوم الخميس؟ ليه مش بكره؟ ليه مش بعده؟ عشان السيد محمد بركات رئيس مجلس اداره البنك مسافر، واول ما يرجع هيرجع يوم الاربعاء، يوم الخميس الصبح هيقابلهم وهيديهم الجوائز كل واحد 10,000 جنيه. ودي دعوه مني انا لرجال الاعمال، اذا كان احد رجال الاعمال الكرماء وهم كتير في مصر، يتكرم برضه صرف جوائز للساده للشباب الجميل المتقدم الاوائل على الثانويه العامه، يبقى شيء حلو جدا، يعني يبقى شيء جميل انه نشارك في تكريمهم في اكثر من جهه. يعني اكثر من جهه تشارك في تكريم هؤلاء الاوائل. خالد سر صيام.